طبعا بصحبتي على القناة لمدة 6 أيام ما كنت نزل أي شيء غير الآيتم شوب الساعة 2 بالليل، كنت نزله بس لأنه فعليا كان عندي فيديوهات كتير بدي أعملها وعندي فكر وعندي كتير أشياء ومونتاج وهالشغلات، ولكن ما كنت أقدر أعملها لأنه فعليا صوتي ما كان يطلع. وحاليا يمكن بتلاحظ أنه صوتي مو كتير ضابط بالمقطع لأنه الحمد لله كان معي نص فيروس كورونا ومشي الحال الحمد لله وتعافيت منه. فإن شاء الله رح نرجع ننزل بشكل يومي. أول شيء رح ننزله اللي هو كيف تشتري حزمة فبراير وحزمة يناير الشهرية بسعر حزمة واحدة وتحصل السكنات والاشياء كلها تبع الحزمتين، ورح نحكي شويه اخبار اللي هي اهمها نزول سيرفرات بلاد الشام ومايكروسوفت رح تفتح لنا سيرفرات، واخيرا واخر شيء معنا رح يكون مدينه ليكي لاندن الصينيه الجديده اللي قادمه معنا بمناسبه السنه الصينيه الجديده، فلا تنسى تشترك وتفعل زر الجرس. وفي شغله ثانيه كانت مو محمسني اني انزل على المقاطع، فعليا اكثر من 97% من الناس اللي عم تشاهد الفيديو عندي بالقناه ما عم تشترك وما عم تفعل زر الجرس ولا حتى مشتركه ولا عامله اي شيء ولا لايك ولا شيء على المقطع. فبتمنى لو انت اول ما عندك شاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس. فعليا على القناه اللي اكثر من 4 اشهر عم عاني مشان موضوع ال 20,000 واقف على 19,400 19,300، فاشترك ما بصير عندك اي شيء، واللايك ليوصل المقطع لكل مكان وتكتب لي رايك بالتعليقات هذا بيهمني جدا. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. مبدئيا خلينا نحكي عن الحزمة الشهرية تبع فورتنايت. الحزمة الشهرية تبع فورتنايت، شركة فورتنايت على تويتر عملت كتير شغلات ونزلت تغريدات وتلميحات وهذا الكلام ما بيهمنا حاليا، ولكن احنا اللي بيهمنا الحزمة الجديدة تبع فبراير. الحزمة الجديدة تبع فبراير مثل مظاهر امامكم تم الكشف عنها ورح تنزل ان شاء الله يوم 1 فبراير، يعني يوم 1/2 الساعة 3 التوقيت الرياض رح تنزل معنا هاي الحزمة. رح تكون متكونة عن لودينج سكرين وسكن باثنين ستايل وبيكاكس باثنين ستايل وباك بلينك باثنين ستايل، يعني كل شيء باثنين ستايل رح ينزل معنا بالنسبة للسكن والحزمة بشكل كامل. طيب شو موضوع انك قدرت تشتري حزمتين بنفس السعر؟ هلا الموضوع رح يكون كالآتي، لو انت مالك مشتري حزمة يناير تبع شهر واحد تبع السهم الأخضر، كل عليك انك انت تشتريها قبل ما يخلص الشهر واحد، يعني تشتريها قبل ما يخلص بأربع خمسة أيام وتدفع 12 دولار بشكل طبيعي، يعني تدفع 12 دولار تاخذ الحزمة الشهرية تبع يناير، رح تاخذ من وراها سكن السهم الأخضر ورح تاخذ الباك بلينك وتاخذ 1000 في باكس وتاخذ البتل باس لو انت ما كان معك بتل باس، ولو كان معك بتل باس يمكن يعطوك 1000 في باكس يمكن ما يعطوك 1000 في باكس زياده، هذا الموضوع بيرجع لشركه فورتنايت. هلا هيك نحن فهمنا انه نحن رح نشتري حزمه السهم الاخضر، طيب شو بعدين يا نيمو؟ رح تستنى لشهر 2 يوم 1/2 الساعه 3 بتوقيت الرياض، رح تحصل الحزمه الخاصه بالسكن الشهري الجديد تبع فبراير، رح تحصل من وراها سكن بنت الدريفت الجديده ورح تاخذ الباك بلينك والبيكاكس واللودنج سكرين، ولكن ما حتاخذ ال 1000 في باكس او البطل باس او التعويض تبع البطل باس. ليش؟ لانك انت رح تاخذ السكن وتاخذ تبع حزمه فبراير وبعد منها تلغي اشتراكك مباشره، بعد ما تلغي اشتراكك مباشره من الايتم شوب رح يكونوا عاطينا كنا الحزمه تبع شهر فبراير والحزمه تبع شهر يناير، ورح يكون مخصوم منك فقط لا غير اللي هو ال 12 دولار تبع حزمه يناير، هيك رح تكون حصلت الحزمه تبع يناير وتبع فبراير بنفس الوقت، ولكن تبع فبراير بعد ما تلغي الاشتراك تبعك ما حيعطوك الفي بوكس الخاصه بتبع شهر 2، يعني رح تاخذ بس السكين والبيكاكس والباك بلينك. ولو محتاجين اي شيء اكتبوا لي تحت بالتعليقات، والديسكورد موجود لو حابين تفوتوا تسالوني عن اي شيء، لو ما فهمتوا الموضوع مزبوط انا هيك حاولت اشرحه قدر المستطاع، يعني كل الموضوع انك تشتري الحزمه تبع الشهر الاول وتستنى للشهر الثاني قبل ما يخلص بكم يوم تشتريها طبعا، وتاخذ الحزمتين مع بعض وتلغي اشتراكك، وبتقدر تساويها بشهر 2 و3 وبالاشهر القادمه طبعا بلعبه فورتنايت. والموضوع الثاني يلي معناه اللي هو موضوع سيرفرات بلاد الشام وشمال افريقيا، كلاتكم بتعرفوا اليوتيوبر حمزاوي هو اللي فعل سيرفرات تبعات بلاد الشام وسيرفرات شمال افريقيا، طبعا هذا الشخص تصدر الهاشتاج تبعه تويتر وقت كان نازل فعليا هو وكل الناس وايبك جيمز دريت بهذا الموضوع، ولكن كان رد ايبك جيمز على كل الناس انه نحن حاليا نعمل على هذا الموضوع جاهدين، هيك كان ردهم بشكل عام، ورح نحاول نفتح لكم سيرفرات ولكن هذيك المنطقة مو مخدمة ومنطقة الانترنت فيها أو خدمات الانترنت، لا تأخذوني بهالكلمة، مثل الزبالة بالنسبة لشمال افريقيا وبلاد الشام، هيك كان رد شركة ايبك جيمز. ولكن شركة مايكروسوفت طلعت من نص العتمة وجابت لنا أمل نور جديد يلي هو سيرفرات جديدة بمنطقة فلسطين المحتلة. شركة مايكروسوفت رح تعلن عن سيرفرات جديدة بمنطقة فلسطين المحتلة ورح تكون هاي السيرفرات تدعم الألعاب. شو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام إنه حمزاوي نفسه اليوتيوبر هذا اللي عمل هذا الهاشتاج تواصل مع مايكروسوفت، بعت لهم ايميل وراح قال لهم
مرحبا شركة مايكروسوفت وما آخره، يعني مثل مظاهر أمامكم. قال لهم هل السيرفرات رح تدعم الألعاب؟ والإجابة كانت بالسيرفرات رح تدعم الألعاب، واحدة منهم رح تدعم فورتنايت، ولا نستطيع التصريح عن معلومات أكثر من هيك. وكتبوا له أنه نتفهم شعورك بأن تكون صانع محتوى وتلعب على بنك مرتفع. والإجابة النهائية كانت نعم السيرفرات تدعم الألعاب ولكنها ستأخذ فترة من الزمن، مسألة وقت فقط لا غير. هذا تأكيد من شركة مايكروسوفت. يعني منطقة بلاد الشام وفلسطين المحتلة لح يكون فيها السيرفر لفلسطين المحتلة، يعني الشباب اللي بفلسطين لح يروقوا بالنسبة للسيرفرات بالنسبة لفورتنايت وبالنسبة للبلاد اللي بجنب فلسطين بشكل عام، وهذا هو مكان الخريطة. فشو رأيكم بهذا الشيء؟ هل ممكن نشوف سيرفرات جديدة بمنطقة فلسطين المحتلة ويكون عندنا بنج هناك صفر وناس جديدة وتعريق جديد؟ والخبر الأخير اللي معنا اللي هو موضوع نزول منطقة ليكي لاندي، يلي في ناس ما بتذكر هاي المنطقة وفي ناس بتذكر هاي المنطقة. هاي المنطقة كانت معنا أيام الشابتر الأول، منطقة صينية عبارة عن مباني كلها صينية مثل مظاهر أمامكم، كلها هيك بتحسها هي فعليا صينية، وحتى فيها الشجرة هي الصينية البرداني مدري البنفسجي، هاي نيك بتطلع كتير بالصين. طيب شو الموضوع انه هي رح ترجع معنا بلعبة فورتنايت؟ طبعا الموضوع كلياته كان بالتسريبات او التلميحات اللي كانت على تويتر على صفحة فورتنايت. بتعرفوا من يومين فورتنايت راح عندها الصورة الشخصية او راح عندها صورة الحساب تبع فورتنايت بالضبط، وصارت تنزلنا تسريبات انه سكن دريفت البنت قادم معنا وسكن عصابته دريفت ومدري شو هالاشياء. ولكن الموضوع هذا كلياته خلص من يومين والناس عرفته كلياته. الموضوع كلياته انه نحكي عن هاي الصورة اللي ظاهر امامكم. هاي الصورة اللي ظاهر امامكم كان فيها التلميح الخاص بالسكن تبع الحزمة الشهرية، وكان باين فيها موضوع جديد اللي هو منطقة الغابة مدموجة بمنطقة ليكي لاندن. مثل مظاهر امامكم لما نحن نغير الالوان بيطلع غابة بشكل مكثف جدا بهذيك المنطقة، وبيطلع معنا مباني جديدة صينية اللي هي كانت موجودة معنا بليكي لاندن. طيب شو موضوع السنة الصينية وشو موضوع هاي المنطقة؟ يعني كلياتكم تعرفوا السنة الصينية بتكون يوم 12 فبراير، يعني يوم 12/2/2021 رح تكون معنا السنة الصينية الجديدة. وشركة فورتنايت بتهتم بالسنة الصينية الجديدة، فيعني فعلا هي بتهتم كتير وبتنزل سكنات وبتنزل رقصات وسكنات وباك بلينج وكل شيء بالنسبة للسنة الصينية الجديدة، فهي الشركة بتهتم بهذا الموضوع. فكلياتكم عم تشهدوا هلا حاليا تغييرات كبيرة بلعبة فورتنايت، مثل نزول منطقة تلتد مدموجة بمنطقة سيلتي اللي هي سيلتي تاور، وكتير اشياء جديدة مدموجة مع بعض واماكن جديدة، ومثل منطقة فلاش فاكتوري القديمة نزلت معنا. فهلا حاليا متوقع انه يكون معنا تحديث جديد بلعبة فورتنايت يدمج لنا اماكن جديدة مثل منطقة مثلا ليكي لاندن ومثل منطقة مثلا بليزن او مثل منطقة ميستي. ممكن يكون معنا كتير اشياء وتغييرات ودمج اماكن جديدة مع بعض بمناسبة السنة الصينية. وطبعا بهي السنة الصينية بينزل معنا سكنات وباك بلينك وتسريبات جديدة، فخليك مفعل الجرس ومشترك عندي بالقناة ليوصلك كل جديد. بتمنى تكون استفدتوا وعرفتوا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، وان شاء الله رح نصير ننزل فيديوهات بشكل يومي. ولو حابين تفوتوا على سيرفر ديسكورد تنوروني هنيك، ولو محتاجين اي شيء اكتبوا لي بالتعليقات. وبس مباشر على الفيسبوك بكون يوميا على الفيسبوك مثل مظاهر امامكم بنيمو 3 او، نفس اسم القناه على اليوتيوب بالضبط بتلاقوه على الفيسبوك. بعمل يوميا بس مباشر هنيك، فتعالوا نوروني نلعب مع بعض وبنعمل فعاليات. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله.